اللوكينج بافرز او السيس لوك، يمكن هي مشهوره قوي في السيس لوك. ايه القصه؟ القصه ان انا دلوقتي شغال في شركه، الشركه دي فيها كميه راوتر كميه سويتشات، حلو؟ اباظه شغال معانا في التيم، محمد محسن شغال، نور عمرو حلو. انا عايز بقى يبقى في نظام بيعمل مونيتور للناس اللي شغاله. احمد دخل الساعه كذا وخرج الساعه كذا، احمد دخل على الراوتر الساعه كذا عمل كذا وخرج الساعه كذا، فاهمني؟ يترصد. ليه؟ عشان لو حصلت سرقه بقى، الناس اللي كانت بتقول ان في سرقه حصلت او كده، يقوم مراجع اللوجز اللي عنده دي كلها. السرقه حصلت الساعه كام؟ الساعه 4:05. الساعه 4:05 مين اللي كان شغال؟ فلان وفلان، ده دخل عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وكذا وكذا. تعال انت دخلت عملت كذا ليه؟ بتحصل على الراوتر بس يا شباب؟ ها؟ بتحصل على الراوتر بس. كل الديفايسز ممكن تعمل لها القصه دي. تمام؟ يبقى انا كده براقب مين؟ الناس اللي شغاله اصلا معايا. مين دخل من حتى اسمها ايه؟ بيراقب اللوجينج، اللوجينج الدخول. مين ده؟ قال لك الموضوع ده اول حاجه ممكن تعمله على انترنال بافرز، حاجه اسمها لوجينج بافرز بتكريتها على الراوتر نفسه. بس دي مساحتها صغيره. تحجز لمسه صغيره في الراوتر، يقول لك احمد لك الساعه كذا، تيجي بقى تقول شو لوجنج، يجيب لك بقى فلان دخل وعمل وعمل وعمل. بس دي مش حلوه. ليه؟ لانك اول ما تعمل ستارت الراوتر طارد، لانك في الرمال طارد، ما عادش موجود. غير كده كمان مساحه صغيره. طيب ايه رايك لما نخلي الموضوع اشيك شويه؟ ان احنا هنعمل سيرفر، والسيرفر ده نسميه سيس لوك سيرفر، سيستم لوجنج. سيس لوك اختصار لسيستم لوجنج، من الذي دخل على هذا السيستم؟ تمام؟ سيس لوك سيرفر. وبرمج الراوتر، الراوتر بتاعتي كل اللي هقوله يا جماعه، اي حد يعمل عليكم لوجنج ابعتوا للراجل ده دخل الساعه كذا وعمل كذا. وانت ابعت له، وانت ابعت له، وانت ابعت له. فانا لو قاعد على جهازي هنا وقمت عامل تلت على الراوتر مثلا يعني، وطلب مني اليوزر نيم والباسورد، فدخلت اليوزر نيم والباسورد بتوعي. ودخلت عملت شويه حاجات كده وبتاع، عملت كونفجريشن. وصاحبنا ده قام باعت لنا ريبورت، يقول لك احمد دخل الساعه كذا، اليوزر نيم اسمه كذا، عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا. سجل كله مترصد. سيرفر ده شغال بقى 24 ساعه، يرصد كل اللوجنج اللي كانت اللي حصلت في الشبكه بتاعته. تبقى طبعا انت هنا المفروض داتا بيس كبيره جدا، اللوجنج اللي حصلت كلها. طيب اقول لك على حاجه، طب السيرفر ده تشغله ازاي؟ هتجيب له برنامج كده صغير يرصد اللوجنج ده. البرنامج ده يا جماعه اسمه كيوي سيس لوك. البرنامج ده فري، تقدر تجيبه من على النت. حتى لو دخلت على موقع كيوي سيس لوك دوت كوم هتلاقي تعمل له داونلود ونزله. تمام؟ هتعمل له داونلود وايه؟ هتعمل له داونلود وهتنزل البرنامج ده وتقدر تشتغل عليه. يعني ده ممكن يكون جهاز عادي، عادي جدا، جهاز عادي زي بتاعك، سطبه وخلاص خلصنا. هتسطب الابتداء ده عليه، بس برمج كل راوتر يا راوتر اي حد يعمل عليه لوجن، ابعت للكيوي سيس لوك للبرنامج ده يرصد الايه؟ الدخول عليه. ما تيجي اما اوريك لاب عمل يوريك حاجه زي دي. لو محمد يجيب لي الشاشه انا. بصوا يا جماعه ده سيرفر اهو. طبعا انا بس الغرض من اللاب ده انك تتفرج، مش مطلوب منك يعني انك ايه تتفرج، بس عشان تفهم يعني ايه لوجين ويعني ايه سيستم. ده سيرفر اهو، السيرفر ده اي بي يو 90002. انا معايا فعلا السيرفر ده حاطه بشكل حقيقي اهو. الاي بي بتاعه كام يا جماعه؟ 90002. وعلى فكره اباظه انا مسطب عليه، هبص كده كيوي سيس لوك سيرفر، سطبت البرنامج وحطيته حلو كده. عم دي كانت نسخه قديمه، هتلاقوا النسخ الموجوده احدث من كده شويه، بس دي كانت نسخه قديمه. ايه الفكره؟ دلوقتي مثلا يعني انا هاجي بس اي راوتر من دول، المفروض بيتعامل عليهم كلهم الموضوع ده. اي راوتر من دول وليكن مثلا يعني راوتر 4، هقول له ايه بقى؟ هخلي راوتر 4
اي حد يجي يلوج علينا عامل الجهاز ده يا جماعه عشان الوج منه على راوتر 4 او الوج منه على راوتر 2. على فكره جهازي ده اللي هو الجهاز اللي انا فاتح سطح المكتب بتاعه الويندوز بتاعي هنا بتاع ويندوز 7. يعني دلوقتي من جهازي ده اقدر ابنج على اي حد. هبصوا كده انا من جهازي اللي هو ده انا هنا هبنج اقول له بنج مثلا على 10.1.20.1 مثلا برد عليه. وعلى فكره اقدر ابنج على السيرفر انا شايف كل الشبكه دي انا داخل في الشبكه دي كلها. فتيجوا نفتح اللوجنج على راوتر 2 مثلا. طبعا المفروض اعمل عليهم كلهم بس انا هعمل لك حاجه على واحد بس. فاجي على راوتر 2 المفروض مثلا راوتر زي راوتر 2 ده كونسول مثلا انيبل اعمل له كونفتين انيبل باسورد مثلا A1 ماشي كده واقول له وافتح له اللاين في تي واي. ممكن نعمل كمان يا محسن يوزر نيم احمد السيكريت بتاعته كمان يا محسن السيكريت بتاعته مثلا AA ونقول له بريفليج الاول بريفليج 15 سيكريت بتاعته AA. ممكن اعمل يوزر نيم تاني اسمه محمد محسن يوزر نيم محسن والبريفليج بتاعه كام يا جماعه 15 والباسورد بتاعك محمد وليكم دي مين سيكريت. وممكن اقول له بعد كده محمد اللاين دي تي واي 0 مسافه 4 وهقول له فاكرين دي لوجن لوكال عشان يستخدم اللوكال داتابيس عشان انا لما اجي اتلف من الجهاز بتاعي يسالني عن يوزر نيم باسورد صح كده. وبالتالي انا دلوقتي لما اجي الوج من الجهاز بتاعي بصوا كده ادي الجهاز بتاعي اهو انا هلوج على مين ده راوتر 2 يا جماعه يبقى هلوج على 10.1.20.1 ف اهو 10.1.20.1 بس خليني اقول تلنت يوزر نيم ممكن ادخل باحمد الباسورد بتاعت احمد ايه دخلتني ولو عملت اكزيت وحبيت ادخل بمحسن تلنت كلمه السر محسن الباسورد بيبي خدت بال حضرتك ف يعني حتى انت لو عملت يعني في كوماند كده اسمه هو فبيقول لك انت داخل على لاين في تي واي 0 بيوزر نيم اسمه محسن خدت بال حضرتك واللوكيشن بتاعك 90.00.200 لا دي حاجه ثانيه يعني بس كنت بس شويه حاجات كده في هو المفروض كان يجيب اللوكيشن بتاعي 50.00.200 بس 90.00.200 ديت يعني حاجه ترجع عشان الجي ان اس 3 نفسه هو كان المفروض يجيب لي الاي بي اللي انا جايبه بس ما علينا نعمل اكزيت. طب انا دلوقتي احمد دخل ومحسن دخل اترصدوا ما اترصدوش هو انت فعلت انت شغلت البرنامج انت شغلت البرنامج اللي اسمه كيو اس لوج على السيرفر. طب هل انت هتخلي راوتر 2 المفروض راوتر 2 تقول له اي حد يلوج عليك ابعت اللوجنج ده والراجل ده عمل ايه ابعته للسيرفر ده. طب انا اعمله ازاي؟ اجي على راوتر 2 كده في راوتر 2 اهو واقول له استناني بقى قول له اي حد يلوجنج عليك ابعت اللوجنج ده للسيرفر. السيرفر ده اللي هو اي بي كام يا جماعه؟ 90.0.0.2 احنا ايه راوتر 2 قول له لوجن ابعت له 90.0.0 ايه؟ 0.0.2 تمام الكلام؟ طيب تكتب له كمان امر اسمه كده لوجن تراب اي تراب ابعته له. خد بالك بقى انت عندك 7 ليفل من اللوجن ابعت ايه؟ السيفيريتي ايه؟ لو كتبت زيرو سيستم از انيوزابل يعني انت مش هتبعت اي حاجه مش مستخدم وده الوضع الديفولت بتاعه. طيب اقول له يا عم لو انا كتبت له رقم 1 هيبعت لك ايه؟ الالرتس التنبيهات. لو كتبت ده ممكن تكتب الـ 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 ممكن تكتبها بحروف ممكن تكتبها بارقام يا تكتب 3 يا تكتب ايرورز ده بس يبعت لك الايرورز بس. لو كتبت 6 يبعت لك الانفورميشنال بس اي حاجه عايز يعلمك ان كذا
بس انا احب بصراحه استخدم رقم 7 انه بيجيب لك تقريبا كل حاجه، بيبعت لك اي ديباج بيحصل اي ديباج. فانا اقول له لوجينج تراب 7 حلو كده. وتعالوا خدوا بالكم بقى، انا هشغلك السيرفر اهو حلو، خليني اصغره واجيبه في جنب هنا اهو، مش كده يا عم محمد؟ وخليني افتح جهازي اللي هو 50002 واعمل تلنت على، واعمل هشغل جهازي ده واعمل تلنت على 10.21.1 ونشوف هل ده هيسجل يبعت للسيرفر عشان يسجل اللوجينج اللي حصل. تعالى نشوف، ادي السيرفر اهو وادي اهو، هنقول له خلينا نقول له تلنت على 10.21.1 اليوزر نيم احمد، الباسورد كانت ايه ايه، حلو الكلام الجميل. اقول له كونفيتي ولا اقول لك، اقول له مثلا دو شو اي بي انترفيس بريف، ايه الفتحات اللي عندك، ممكن مثلا مثلا يعني ممكن اقول له يا سيدي ماشي كونفيتي، اقول له مثلا انا على كونفيتي اقول له انترفيس لوب باك مثلا 9، واقول له اي بي ادريس، واقول له اذا ملاحظ في حاجات بدات تترصد عندي، في حاجات بدات تترصد، اقول له اي بي مثلا 7، هو ده كان الاي بي بتاعنا. في عندنا هنا انترفيس لوب باك 10 اهو، ماشي خلاص ممكن ندخل على انترفيس لوب باك 10، ممكن اقول له شوت داون اهو، شوت داون 100 100، ممكن اعمل له كنترول زد واسيف اللي انا عملته واخرج. ملاحظين يا جماعه الترابس اللي حصلت؟ ممكن اعمل اكزيت تمام وادخل بتلن الثاني واقول له لا ادخل لي المره دي بمحسن وبي بي باسورد بي بي. انا عملت شوت داون للبورت لوب باك 10، انترفيس لوب باك 10، واقول له يا عم لا ده كان واحد فتحه من النشط داون، ده فتحه اهو، كنترول زد وسيف واخرج. انتوا ملاحظين؟ تعالى تعالى لي هنا كده، شوف ايه اللي حصل، شوف الغابات اللي حصلت. طبعا برصد بيقول لك الساعه كذا 1/7/2014، 7/1 اسف 2014 فعلا، ده الميعاد اللي احنا فيه دلوقتي. التايم اهو، الهوست نيم 10/1/1/2، ده مين اللي بلغني؟ 10/1/1/2، مين 10/1/1/2؟ اللي هو راوتر 2 الاي بي ده، ما هو الراجل ده لما يجي يبلغ ده اقرب مكان له فين؟ ده هيبلغ منه. فبقول لك 10/1/1/2، بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ بيقول لك ان الانترفيس لوب باك 10 تشينج ذا ستيت تو اب، ده اخر حاجه. طب استناني، احنا عايزين نجيب من تحت، نجيب من تحت. بيقول لك ان في المفروض كان يرصد دلوقتي ان اللي دخل فلان، يعني هو كان المفروض بيكتب حاجه زي كده. اهو بصوا يا جماعه مثلا اهو كونفيجر دي كونسول باي احمد على لاين في تي واي 1 اللي داخل من 90002، انا بقول لك دي بقى خلاص عشان الجي ان اس المفروض يقول 90002 مثلا تمام. دخل بصوا كده، في دخول من محسن الساعة كام؟ الساعة كذا دي محسن دخل، عمل البورت ده خلاه تشينج تو اب، ملاحظ معايا محسن؟ والبورت بقى اب واداني الديباجنج بتاعه. طب احمد لما حصل دخول من احمد، فين احمد ده فين؟ لما حصل دخول من صاحبنا احمد حصل تشينج الستيت تو داون، تشينج اللي هو الادمنستريتيف داون قفل. فمرصود احمد دخل عمل ايه؟ محسن دخل عمل ايه؟ دي فكره السيستم، ماشي كلام يا شباب؟ ودي حلوه عشان تبقى تمونيتور الشبكه بتاعتك، بس طبعا لو حصل حاجه هي شغاله، يعني هي شغاله طول ما فيش سرقات، ما فيش اي مشاكل حصلت خلاص مش هتبص عليها. في مشاكل لا، تعالى بقى اقعد بقى افنطها واحده واحده، ايه اللي حصل؟ وعلى فكره يعني يمكن الكيو اس لوج اللي انا حاطه ده فيرجن قديم جدا من كذا سنه، فانا اعتقد الحاجات اللي موجوده افضل دلوقتي واحدث دلوقتي. فخلاص كده بالنسبه للسيستم.